بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الشماس بولس ملاك يقدم عظة لحضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا اثناسيوس مطران كرسي بني سويف والبهنسة بعنوان تحديات العصر، وذلك بعد تنقية الصوت بواسطة الكمبيوتر. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن 4 تحديات. التحدي الأول سميناه التفرقة أو التباعد الفكري. التحدي الثاني سميناه التهاون أو تجاهل فعل الروح القدس. التحدي الثالث سميناه مهادنة العالم. يبقى في التفرقة وفي التهاون وفي المهادنة، وبعدين الرابع إنه التحرر من النظام. يمكن العناوين دي كانت غريبه شويه، بس نوضحها عشان نقدر نمسك الموضوع الاولاني. طبعا ممكن اول ان نقول تحديات بالمعاني السائده، تحدي اقتصادي، تحدي اخلاقي، تحدي عقيدي الى اخره. لكن كل دي موجوده طول العمر، طول الزمن موجوده. تحديات اخلاقيه موجوده طول الزمن، تحديات عقيدية موجودة طول الزمن، تحديات اقتصادية. لكن التحدي الحقيقي في وسط الحاجات دي ان كل واحد يمشي بمخه. يعني كان في تحدي اجتماعي بين ابراهيم وبين لوط، والرعاة ما قدروش يعيشوا مع بعض، اتخانقوا مع بعض. جه لوط قال له يا عم احنا ما نعرفش نعيش مع بعض. قال له يا ابني الحته اللي تعجبك اختارها. مفروض ان ابراهيم هو اللي يتكلم لان ابراهيم هو كبير، لكن ابراهيم قال للوط اتكلم زي ما انت عاوز يا ابني، والحته اللي تعجبك اختارها. فلوط اختار حته قائمه على عنصر اقتصادي، ان الارض بتاعت سدوم وعموره ارض خصبه انتاجها كويس، لكن لم ينظر إلى الشعب بتاع الأرض، لا نظر إلى أخلاقيات الشعب، المبادئ الروحية بتاع الشعب، ولا نظر إلى مقدار تقدير الشعب الإنسان الغريب. ولذلك هو تعب للسببين دول. السبب الأول الأخلاقيات، والسبب الثاني ما فيش احترام للغريب وخسر كل حاجة. فالتحدي الأساسي اللي كان بين إبراهيم وبين لوط إن لوط ما قدرش يتفاهم مع عمه بطريقة تلم الأمور وتخليهم يوصلوا مع بعض. يمكن كان يقدروا في الحتة اللي هم فيها كل واحد ياخد حتة، لكن يبقوا ملمومين جنب بعض، لأن أصل لوط خرج مع إبراهيم من حاران، وكان ممكن ان لوط هذا يبقى ضمن شعب الله، او اولاد لوط كان يبقوا ضمن شعب الله. ربنا لما اختار ابراهيم وابراهيم خرج من حاران خد لوط معاه، فكان اذا مقصود ان ابراهيم ولوط يبقوا الاثنين شعب الله. فقد لوط هذا لانه لم يتفاهم التفاهم الكامل مع عمه فافترقوا. ده التحدي اللي أنا بسميه التحدي الأول، نشوفية الدماغ، الإصرار على الرأي، التمسك بالذات. ده التحدي الأول صدقوني. الناس تقدر تعيش في أي ظروف اقتصادية لو متفاهمين، وفي أي ظروف اجتماعية لو متفاهمين. الاقتصاد والمجتمع والصحة وإلى آخره، إنما يجب أن يكون هناك التفاهم. فإذا التحدي الأول هو فقدان التفاهم، التفرق في الرأي. التحدي اللي يتحدى اللي يواجه البيت، اللي يواجه الأسرة، اللي يواجه الجماعة في الكنيسة، ده اللي يوجد يعني فرقة. فهذا التحدي الأول الذي هو تحدي الفرقة هو ده اللي لازم نعالجه. خد أولا إزاي تناقش وإزاي تتفقوا، وتتفقوا داخل إطار.
أنا قلت ثلاث حاجات: المناقشة، الوصول إلى اتفاق. اتفاق داخل إطار، مش اتفاق يعني معناها أنا رايح شمال أنت تروح يمين، هذا اتفاق. إبراهيم ولوط لما اتفقوا مع لوط قال له أنا رايح حتة وأنت في حتة، هذا اتفاق. لكن ده اتفاق على تثبيت الفرقة، إنما يجب أن يكون الاتفاق على داخل إطار معين. أولها الحوار، ثانيها ما نقعدش نحاول طول عمر نوصل نتائج، ثالثها داخل إطار. إيه معالم الحوار؟ حد له رأي في الأول قبل ما أتكلم أنا؟ معالم الحوار السليم إنه الإسراع في مواجهة المشكلة. الزوايا الاقتصادية لا شك أنها زوايا أساسية، اختلاف الطباع لا شك أنها مسائل أساسية، الظروف المحيطة، الظروف الاجتماعية والمؤثرات لا شك أنها مسائل أساسية عاوزة حل. لكن أنا ليه بقول إن أولاً هي الفرقة؟ ليه؟ لأن ممكن نبقى فقراء ومتفقين، ممكن نبقى فينا العيان ومتفقين. التركيز على نقط معينة جزئيات بيخلينا نبعد عن الجموميات. عشان كده المسيحية بتتكلم عن الروح القدس، التجديد. هل التجديد ده يعني معناها لازم نحل المشاكل المادية؟ هو قال ايه؟ جئت ليكون لهم حياة. طب المشاكل التانية؟ قال لك ويكون لهم افضل. يعني اولا الحياة، وثانيا التقدم، التطور، النمو. وكلمة افضل دي يعني هي وسيلة، هي ترجمة، لكن هي معناها ايه؟ ان يكون هناك شبع او امتلاء او نمو او تزايد. يعني زي ما بنقول احنا بالعربي تكون حياة مليئة او بوفرة. جئت لتكون لهم حياة وتكون حياة مليئة. انا بقول نمرة واحد النعمة. بس موضوع النعمة ده على فكرة موضوع دقيق جدا. كل واحد يفكر ان عنده نعمة، وكل واحد يقول لك ما الروح القدس موجود. ده النعمة معناها انكار الذات، النعمة معناها الوداع، النعمة معناها ان اكون اقل الكل تحت الكل، اشترك في عملية الفداء بتاعة الكل، اشترك في عملية الارتفاع بالكل. النعمة ليست معناها أن أتمسك برأيي. كثيرون يظنون أن عندهم نعمة، وأن النعمة هي في أن يحتفظوا لأنفسهم بدائرة معينة، وهم في الحقيقة يخنقون النعمة. دي مش النعمة المسيحية. النعمة المسيحية هي نعمة العطاء، نعمة الفناء، نعمة الموت على الصليب. أدي النعمة المسيحية، أدي النعمة اللي تنفع في للإنسان، واللي ترفع الإنسان إلى مستوى الإنسانية. لا، المسيح لا يريد منا نعمة هي مجرد خلاص أو إيمان بالخلاص وتمسك بالطبع، لأنها لو كانت تمسكا بالطبع إذن لم يحصلوا لهذا جديدة ولا خليقة جديدة. بينما هو يقول الأشياء العتيقة قد مضت، الكل صار جديدا. يعني إيه الكل؟ عشان كده نلاقي الرسول يقول إيه؟ أنا تعلمت أن أجوع وأن أستفضل، أنا تعلمت أن أكسب اليهودي واليوناني، وأن إني أنا أشتغل مع كل إنسان. هي دي المسيحية. المسيحية إن الإنسان يبقى هو نعمة، بمعنى قوة فاعلة لنشر موضوع الخلاص دون أن يدري العالم. هو المسيح يتكلم عن ذاته إمتى؟ بعد يخدم يخدم يخدم، ولما كان بيتسأل سؤال كان بيشرح مين هو للمحيطين به. بس احنا قلبين الحكاية، احنا فاهمين ان الخلاص هو ان اتكلم اولا عن المسيح
ولكن كل فئة متمسكة بشكلها وطبعها مهما كان الفرق قليلا. هنا توجد تفرقة على مسافات قريبة لكنها شديدة جدا، تصل إلى مستوى الاعتقاد بأن هو ده الطريق الصح بس، وتصل إلى الاعتقاد بأن الطريق الفلاني اللي مشاله ده فيه أخطاء كذا وكذا. النعمة مش كده، النعمة هي لأنه الآن قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية. طب دي خطايا كبيرة، الفجور والشهوات العالمية، وأن نعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. يا سلام لو ناخد بالنا من دي، تبص احنا قلبين الشغلة، لأنه الآن قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس التي ملأتني والتي جعلتني أرى نفسي أنا في الطريق الصحيح، وأصلي من أجل الآخرين لكي يخلصهم الله ويريحهم ويجددهم، لأنهم هم في حاجة إلى نعمة الله. إيه هو ده؟ لأنه الآن قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور الخطية والشهوات العالمية. ماشي، وبعدين ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. المسيحية هي كده، والمسيحية لابد أن يكون ده برنامجها، ويجب أن يكون هذا البرنامج هو الفاعل، وخلال هذا البرنامج يمكننا أن ننظر إلى كل الظروف. الكلام اللي بقوله يبدو لكثيرين على إنه صعب، يعني معناها أنت بتبعد عن المشكلة. لا، صدقوني إن الجري وراء التفصيلات هو البعد عن المشكلة، لأن التيار اللي موجود تيار عاوز يتغير. ده في مثلا لمبة بتطلع يعني نور قد كده، يعني تنور حواليها 5 متر 10 متر، وعاوزة تيار 220 فولت، وفي بتاعة صغيرة قد كده الواحد يحطها في جيبه بتاخد حجرين، الحجر ما عرفش 2 فولت ولا 4 فولت ولا 6 فولت، وبتدي نور قد اللمبة دي. إذن المسألة ليست مسألة تحديد صفات معينة، وإنما فعل معين. اسعوا دائما لكي تصل نعمة الله إلينا أولا، وأن نمارس في حياتنا أولا الحوار والإنكار، إنكار الذات، والفرح في كسب الآخرين أو رفع الآخرين. إن الإنسان الذي يعمل ويريح تعمل فيه نعمة الله، الإنسان الذي يتحاصل ويستريح هو فيه نعمة غريبة جدا. المسيح ما كانش متحاصل، بس طبعا الخروج من الحوصلة دي عاوز يعني إصرار على التغيير، لأن أسهل حاجة إن أنا ألقى في الباب علي، بينما إن كنت أنا صحيح في نعمة المسيح أنا مطلوب مني إني أنا أروح أقرع باب الآخرين، باب قلوب الآخرين لكي تدخل إليه النعمة. الفرقة هي التحدي الأول الذي يواجه المسيحيين، والفرقة قائمة على التمسك بالطباع، والفرقة قائمة على الالتفات إلى الجزئيات وليس إلى الكليات التي هي نعمة المسيح. قد يكون هناك إنسان مريض مرضا شديدا جدا، ولكن نعمة الله تجعل الداخلين إليه يحسون بالنعمة ويخرجون يعني متمتعين بروح الله لمسته. قد يكون هناك إنسان بلا مرض وإنما عنده عدم شكر، ويجلس إليه الناس فيحسون أن الحياة
ثقيلة. وأين النعمة؟ نعمة المسيح، لأنه الآن قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر نسيب الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. الفرقة قائمة على اختلاف الأمزجة، وميدانها اختلاف الظروف، وعلاجها الحوار والاتفاق داخل الإطار النعمة. الفرقة قائمة على شيء، وميدانها شيء، وعلاجها شيء. الفرقة سببها، ميدانها، علاجها. ليه بيحصل تفرقة؟ لنا بنمسك في التفصيلات ومش بندور على النعمة. فأول مشكلة بتقابلنا في ميدان التفرقة هي التمسك بالتفصيلات، الظروف، الاقتصاد، المعرفش ايه الكلام ده. النقطة التانية هي التمسك بالطبع، عدم التنازل عن الطبع، عدم استعداد لتقدير الآخر. مفيش تقدير، أنا وبس. يعني أنا قلت لكم حتى مثل الكنائس، قلت لكم الكنائس يبقى في بينها ومن بعضها، يعني يمكن في مثلا بين الأرثوذكس وبين الكنائس مثلا غيرها الإنجليزية يمكن في خلافات واضحة، لكن أحيانا تلاقي 10-15 كنيسة الخلاف بينهم ضئيل جدا، لكن التمسك بالذات سبب فرقة. التمسك بشكلية معينة، تمسك بشكليات، التمسك بتفصيلات. التالتة ايه؟ طب هاتوا العلاج، الحوار، الوصول الى نتائج خلال اطار معين. يبقى المشكلة بتيجي منين؟ من التمسك بتفصيلات، من التمسك بالذات، من التحلل من الإطار. أنا ماليش دعوة بالكلام بتاعك ده، أنا هسيبك. لوط قال له ماليش دعوة بيك. التحلل من الإطار، لا، التحلل من الإطار يعني معناها أنت لا أخويا ولا أعرفك، من هنا ورايح أنت لا أخويا ولا أعرفك. ده في حاجة اسمها أخوة، من هنا ورايح لا أخويا ولا أعرفك، بعد شوية من هنا ورايح كل واحد من ناحية، أنا هي في ناحية وهو في ناحية، من هنا ورايح نروح المحكمة وهكذا. إنما الإطار ده، الميدان ده، في تمسك بالذات، في تمسك بشكليات، في تمسك بجزئيات، في تمسك بالذات، في تمسك بشكليات، في تمسك بجزئيات. انت ما احنا مش انا مش عارف اعيش يا ستي، ارشناتي اهم وارشناتي كهم، ما مش عارف اعيش. طب هنعمل ايه؟ لابد ان نشكر الله. التمسك بالشكليات، التمسك بالجزئيات، شكليات، جزئيات، ذات. من فضلكم لما تيجوا تناقشوا المسألة افتكروا كده، افتكروا كده. الأخ ده تعبان ليه؟ لأنه دماغه ناشف ما يتنزلش أبدا. تعبانين ليه؟ لأنهم مش عاوزين يعيشوا على قدهم. يبقى الأولانية ذات والتانية جزئيات. طب وإيه اللي تعبهم؟ ما يعيشوا على قدهم وبلاش الزعل ده. لا، الشكليات هي الأساس، ومستعدين نرمي كل حاجة، نرمي الإطار بقى. مدام أتمسك بالشكليات أرمي الإطار، أرمي إطار النعمة، العلاج، ها ده كنت كاتبينه دي، الحوار، الوصول إلى نتائج خلال الإطار. من فضلكم، ليه أنا بقول الكلام ده هو التحدي الأول؟ لأنكم أنا عاوزكم تكتبوا الكلام ده تحفظوه صم. إذا كنت دلوقتي يعني وصلت إلى فهمه نحفظه صم.
السبب هو التمسك بالطبع وافتراض ان النعمة لا تغير الطبع. انما لو اننا قلنا ان النعمة تغير كل شيء يتحل. اول حاجة، اولا الاعتقاد بان النعمة عملية من الله لكن الطبع كما هو، دي المشكلة. يبقى في تفرقة، ميدانها ايه اللي احنا مش متفرقين، ده احنا في مشاكل. ايه المشاكل؟ جزئيات، في جزمة ب10 وفي جزمة ب30 في الى اخره. الجزئيات الشكليات، انا ما اقدرش اتحمل اللي انت بتعمله ده، انا ما اقدرش، دي كلها شكليات. الامر الثالث ان مفيش تمسك بالاطار. العلاج العودة الى النعمة والاعتقاد بان النعمة تغير الطبع والوسائل بتاعتها، الحوار، النتائج، الاتفاق، التمسك بالاطار، عدم التمسك بالمسيحية الحقيقية. المسيحية المغيرة، وقلنا كده العنوان بتاعنا، لانه الان قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، مش ما نقفش عند كده، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. الآية الثانية اللي قلناها، جئت لتكون لهم حياة ولتكون هذه الحياة أفضل. إيه اللي يجيب التفرقة؟ إن أنا بركن الكلام ده، ان انا باخد المسيح ده نظريه في دماغي، المسيح مخلص والمسيح هو الله والله واحد ثالوث والى اخره. انا حافظ الكلام ده تمام، وانا بقرا في كتب القديسين، وانا اعرف اقول حكايات، وانا اقدر اتكلم في الكتاب، لكن لا يوجد هناك استعداد للوحده. والاستعداد للوحده يجي عن طريق ان انا اذوب من اجل الاخرين. المسيحيه هي النعمه المخلصه لجميع الناس، انا ما بتمسكش بدي، فبتكون النتيجه اني انا ادوخ واوصل لفرقه. ايه النقط اللي بدوخ فيها؟ امسك شكليات، امسك جزئيات، طبعا امسك جزئيات، امسك شكليات، اتمسك بذاتي، وانسى اني انا النعمة تخليني اناقش واحترم واوصل لنتيجة، وليكن على حسابي. مش ضروري اوصل لنتيجة ان انا نتفهم مع بعض. هو ربنا لما حب يتفهم معانا اتفهمنا معاه؟ احنا اتفهمنا مع المسيح، احنا ما اتفهمناش. فقال علي انا الشيلة كلها، انتوا مش عايزين تتفهموا ومش قادرين تتفهموا، انا علي الشيلة كلها. شلت ايه؟ انا اللي هتجسد، وانا اللي هنزل، وانا اللي هموت، وانا اللي هقوم، وانا اللي هشيل الشيله كلها. النعمه خلته يشيل الشيله كلها في تفاهم. فمش ضروري التفاهم يبقى معناه التلاقي. التفاهم قد يكون معناه ان يحمل انسان المسؤوليه. ما احنا بنيجي يا اخويا في البيوت مثلا، ونلاقي احد الاطراف، سواء كان اخ، سواء كان ابن، سواء كان زوج، سواء كان زوجة، كلام زي كده، وبعدين نلاقي فيه خلاف، نقعد نتكلم، نلاقيهم يتفهموا مع بعض، نقول انت عليك كذا وانت اخوك عليك كذا، ما تفهموش في اطار، بنقول له تعال على نفسك انت شوية، خلي البيت يعمر وخلي الشكل زي ما هو، خلي البيت زي ما هو، تعالي على نفسك يا بنت شوية، شيلي صليبك. أنا لما أجي دلوقتي لراجل أو ست ولقي الطرف الثاني مش عارف يتفاهم، إن لقيته يعرف يتفاهم بقول لهم حلو، نصلي مع بعض وخليكم حلوين. مفيش تفاهم. باجي على واحد أقول له شيل صليبك وخلاص، يمكن ده هو البركة اللي بعتها لك ربنا، ولا شيلي صليبك وخلاص. وما عملناش كده يخرب البيت. إذا في إطار، وليس دائما الأمر أن يكون هناك تلاقي في منتصف الطريق، مش ممكن. فأنا بقول يا جماعة إن التباعد الفكري، الفرقة أو علاجها هو المسيحية الباذلة، المسيحية الذائبة، هي دي الحل. المسيحي
واتكلمنا عن التنازل عنها، ركنها، وضعها على جانب، ده بيوخذ الفرقة، والفرقة بتخلي الناس يتخانقوا مع بعض على شكليات، على جزئيات، على انفعالات ذاتية. أنا أسأني بكلمة الذات، والميدان أو العلاج اللي علينا أننا نرجع للنعمة، نحاور، نلتزم بالإطار، نلتزم بنتائج. أنا عاوز أقولهم، أنا بقى صم كده، السبب الأساسي للتفرقة هو أن النعمة لا تعمل عملها كاملا. السبب الأساسي للتفرقة أن النعمة لا تعمل عملها كاملا، لأن العمل الكامل للنعمة يؤدي إلى الشركة، إنكار الذات، له المجد الدائم إلى الأبد. آمين. الضمان في كلامك.
فرحت أمني وفنان قلبك حنان حبك غفران قلبك حنان حبك غفران عينك على شعبك سهران طمعاً في الألام مهما طول الأيام طمعاً في الألام مهما طول الأيام لابد تأتي حتماً تعطيني سلام انت الضمان فيك الأمان انت الضمان فيك الأمان فحيت أمني واطمئنان قلبك حنان حبك غفران قلبك حنان حبك غفران عينك على شعبك ضمان بدمك ضمان بوعدك ضمان بدمك